آه المشاهد اللي شفناها دي الهبه لكن هي الحقيقه انها مشاهد لفنانه ليها نصيب من القبول ومن الموهبه ومن الدخول بسرعه كده لقلب الناس ومن التألق في كل دور عن اللي قبله، الفنانة الشابة ثراء جبيل اللي منورانا النهارده مساء الخير ومبسوطة انك معايا. مساء الفل، مشتي جدا، أنا أكتر. آه الأول خلينا نبتدي من الآخر لأنه زي ما كنت بقول لك قبل الهوا، كنت عمالة بتفرج النهارده على لقاءات قديمة ليكي وينفع نتفرج على لقاءات قديمة وعلى أعمال قديمة ونقول إن إحنا قدام حالة بتنضج بسرعة جدا جدا يعني. متشكر. فخلينا نبتدي بهبة. في مسلسل وش <applause> مسلسل وظهر بسرعه كده كتب او يعني عمل نجاح عظيم من اول اسبوع نزل فيه كل الفنانين متالقين فدي يمكن تبقى المبرر المنطقي اللي اقول لك ده مبرر التالق بتاع ثراء جبيل انه كل الناس عامله ادوار حلوه لكن انت تحديدا انه قد كتبوا عنك كلام عظيم فاحكيلي عن ردود الفعل اولا انا متفاجئه ومبسوطه جدا جدا وحاسه إن, ما يعني <applause> ان انا كمان محظوظه ان مريم ابو عوف المخرجه شافتني في حاجه بره الصندوق تماما يعني ما تخيلتش ان انا ما تخيلتش ان ممكن تشوفني في في كاركتر او شخصيه عامله كده فانبسطت جدا انها وثقت فيا وحست ان انا ممكن اروح بالشخصيه دي في حته كويسه ومبسوطه من ردود الفعل ان انه ده حقيقي وصل للناس جدا انا انا بذكر الكاتبه الج... او المخرجه الجميله مريم ابو عوف مخرجه دايما ادوار الست معاها بتطلع حلو صحيح. بدايتك كمان كانت مع الاستاذة كاملة ابو ذكري ايوه مزموط. فواضح جدا ان مسيرتك الفنيه تدعمها النساء بقوه جدا جدا جت صدفه بقى ولا جت ازاي الحكايه انا عايزه اقول لك انه كمان قبل اي حاجه لما ابتديت خالص اول واحده اكتشفتني مخرجه الأعصر لما كنت لسه طالبه في معهد سينما وقالت لي في 2007 انه امثل واقوم ببطوله فيلم قصير كانت اول مره حتى امثل وثقت فيا وخلتني امثل وحطتني على الطريق. أوكي. وبعد كده زميلاتي اللي في معهد سينما م -م. يعني كان عندي واحده صاحبتي عملت معاها مشروع تخرج م -م. في معهد سينما عرفتني على كامله ابو ذكري. اه فهي, فهي كلها كل اللي بيدعموني فعلا ستات ستات <applause> ايوه. برضه احنا بنكسر نظريات ده حقيقي <تصفيق> <تصفيق> الناس فاكره انه لا الستات اصل هم ما بسا... بيدعموش بعض الحقيقه انه الستات الموهوبين انا يعني يعني اكتشفت ان واضح ان دي باترن يعني حاجه بتتكرر الستات الموهوبه بيدعموا الستات الموهوبه بقوه صح ويمكن وانا وانا محظوظه ان انا كان فيه في في ظهري ستات موهوبين <applause> انا هرجع هرجع بقى لمريم ابو عوف وتجربه الدور في مسلسل وش وظهر لانه وش وظهر زي ما انت بداتي وقلتي هو مسلسل بتفاصيله يمكن حد شافك بشكل جديد انه مش بنت رقيقه ولذيذه وكيوت وحلوه كده لكن بنت جريئه وبتعمل دور ودور رقاصه شعبيه آه لما جالك الدور ما قلتيش بقى لا وصعبه وانا لسه ببتدي وما خفتيش من الحاجات دي لا هو عشان كمان انا مش لسه ببتدي انا بقالي يمكن تسع سنين انت تسع سنين, سنين. <تصفيق> <تصفيق> مش لسه ببتدي خالص الوقت جالي بسرعه انا عارفه انت من ذات فانا حاسه أيوة. ان ده قريب يعني لا ده 2013 اه فوعشان وعشان مش لسه آه. ببتدي وانه يعني جه الوقت ان الواحد لازم يغير ولازم مم. يعمل شخصيات وايه فين المتعه فين فين جدا. فين فكره ان الواحد مم. يبقى ممثل كده بيجسد شخصيات مختلفه فبالعكس خالص ما قلقتش ده انا يعني قلت لها بجد انت عندك دور هبه ده رقاصة وشعبيه و مم. يعني ميرسي انا عايزه اعمله <تصفيق> <تصفيق> بس هو كمان يمكن صعوبته مش انه راقصه لكن انه غلبانه وبسيطه وظروفها صعبه بالظبط يمكن ده الاصعب من من الرقص يعني هي شخصيه مش سهله <applause> خالص ده حقيقي فيها كلها <applause> <ما> كميه مشاعر <applause> من السذاجه للطيبه ل... لان للكستر. حد بيستغلها وبيضحك عليها ما كانش بيستغلها آه. هو بس كان متخبط لان هو ما كانش متحقق مهنيا عبده ورده أيوه. قام ان بي الفنان الجميل اسلام ابراهيم اه اسلام ابراهيم ما هنع... يعني هنجيبه دلوقتي هنجيبه لكن احكي لي على تفاصيل الشخصيه حتى في المشاهد اللي ظهرت فيها الراقصه وعملت ما م... حسيناها لايت ولذيذه ومش مبتذله صحيح وحتى اللبس يعني كان محتشم احكي لي بقى رسمه الشخصيه دي جت ازاي آه. هي دي اصلا تفاصيل الشخصيه يعني في بقى لنا فتره الراقصات الشعبيات بير بيلبسوا آه مش م. بيلبسوا بيض الرقص ده الحاجه الواضح انها منتشره جدا م. آه اتفرجتي بقى عليها وشفتيها ونزلتي م. اتفرجتي على راقصات ولا عملتها ازاي؟ كان في فيلم اسمه في ليلى يرقصن ده فيلم تسجيلي مهم جدا م. من اهم الافلام اللي اتقدمت في الفتره اللي فاتت في اخر 10 سنين ده كان ريفرنس ده كان مرجعيه مهمه جدا دخلت على اليوتيوب بقى و بقى شفت العالم الجميل اللي احنا اصلا اوريدي متابعينه على التيك توك وعلى اليوتيوب طبعا فالعالم ده اصلا فراجع عليه في كميه شخصيات رهيبه يعني فنقيت لي حاجه واحده فيهم كده جمعتها وعملت هبه اوكي وهبه لانها اصلا تجميع صعبه انت كان كان مشاعرك ناحيه هبه ايه حباها ومتحمسه لها عشان كده كان ادائك حماسي ولذيذ ولا حاسه ان هي غلطت في اختيارات كتير رايك في هباية او او تفاعلك مع هبه مش آه مش لأنه, لانه الممثل ما ينفعش يبقى بيحكم على الشخصيه اللي بيعملها والا هيبقى في حاجز ما بينه وما بينها ومش هيعرف يجسدها بصدق لازم يبقى يخش جواها ويتعاطف معاها وكانه بيتعاطف مع نفسه ولما يجلدها يجلد نفسه ما يجلدش شخصية اه وكانه بيدافع عنها عشان يقدمها كويس فما كانش ما اقدرش غير ان انا احس بيها واحس ب ب ب بكل حاجه لو هي مبسوطه من نفسها هبقى مبسوطه من نفسي لو انا زعلانه من اختياري فهي زعلانه يعني انا مم. هي فعش خالص ابقى منفصل عنها وابص عليها من فوق والا مش هعرف اوصلها بالصدق ده انت طبعا لانك دارسه انا عارفه انك دارسه كمان سيناريو حقيقة. ف... فقدره توصفي الوصف الدقيق ده يمكن ده اللي بيخلينا بسهوله نقبل ممثل في دور او حد تاني نقول متصنع كده او الحكايه مرسومه بزياده افتكر ده دي الشعرية اللي بتخلي المشاهد ما يتفاعلش مع شخصيه انه يكون الممثل نفسه منفصل عنها وبيحكم عليها ومش مش مش مجسدها صح مش لابسها صح <applause> في, في حاجز ما بينه وما بينها